أب يحمل ابنه صاحب العشر سنوات إلى المشفى ويطلب منا أن نفحصه، فأجلس ذلك الطفل وسألت عن مكان الألم فأشار إلى بطنه، فبدأت بعمل الإجراءات الطبية اللازمة له، ولكنني لاحظت أنه لا يعاني من أي مشاكل في الباطنة، وعلى الرغم من ذلك كان مستمر ذلك الطفل بقول بطني يؤلمني، حتى أنني عندما كنت أضغط على مكان الألم كإجراء طبي كان لا يبدي ذلك الطفل أي ردة فعل لذلك الألم. كان الأمر غريب، فوضعت في عقلي أمور كثيرة ومعقدة عن تلك الحالة، وأردت البدء بعمل فحوصات طبية له، ثم استدعيت الطبيب الأعلى مني وشرحت له الحالة بالتفصيل، فجاء ذلك الطبيب وأجرى نفس الفحص الذي أجرته لذلك الطفل، ثم طلب من والد ذلك الطفل أن يغادر الغرفة، وقال للطفل: الآن سنحقنك بإبرة تكشف الكذب، فإذا كنت تكذب ستتألم جدا، دكتور محمد أعطني الإبرة. وهنا أنا قبل أن أفهم ما يجري قال الطفل بسرعة خائفا: أنا لا أريد الذهاب غدا إلى المدرسة، لذلك دعيت المرض. هنا أنا كان نفسي يعني طيب يا حبيبي مش غني معك من الصبح ليش؟ كوف. ومن هنا حلقة اليوم عن الدوام. السلام عليكم، أنا محمد غنايم. كيف تستعد للدوام أو كيف تغير نظام حياتك من الإجازة للدوام؟ الأمر كئيب ولكن ركز معي. تكون سعيدا، تقضي أوقات ممتعة مع الأصدقاء والأهل ومستريح في النوم، وفجأة يقفز ذلك الصديق المتحمس: يا شباب غدا دوام. هذا الشاب هادي من لذات لا تجلس معه. طبعا بغض النظر عن المزح، لو سألتك الآن سؤال بسيط: هل تحب أن تكون كل حياتك إجازة؟ نعم، يعني تبقى طوال حياتك أمي لأنك في إجازة وبالتالي لن تحصل على أي شهادة، تبقى طوال حياتك فقير المال لأنك لن تحصل على عمل أو أي أموال لأنك في إجازة، أو تبقى منبوذ من المجتمع لأنك شخص فارغ لأنك في إجازة؟ لا، لا أريد أن تكون حياتي كلها إجازة. وبالتالي لو نظرنا للأمر من زاوية مختلفة نلاحظ أن الدوام لمصلحتنا. إذا لماذا نكره الدوام؟ نحن لا نكره الدوام، بل نكره التغيير المفاجئ له. أنت عندما تحاول تغيير حياتك من الإجازة إلى الدوام وما يترتب عليها من استيقاظ باكرا، جهد بدني ونفسي، يكون هذا التغيير المفاجئ صعب عليك على المستوى الشخصي. لذلك الفكرة في هذا الموضوع ليست في الدوام نفسه، بل في كيفية تعاملنا مع هذا التغيير المفاجئ وكيف نجعله متدرج سلس وبالتالي نحب الدوام نفسه. لذلك لو ركزنا في الأمر نجد أن عاملين مهمين يؤثران في موضوع التغيير المفاجئ، وهما النوم والحالة النفسية. لأنك تجد في الإجازة تنام متى شئت وتستغرق في النوم، بينما في الدوام يقيد مواعيد النوم الخاصة بك، ونفس الأمر بالنسبة للإجازة من الترفيه وقضاء أوقات ممتعة إلى الجهد والبدني والنفسي والاجتهاد. بالنسبة للنوم المتحكم الأساسي به هو الدماغ عبر هرمون يسمى الميلاتونين أو هرمون النوم. تعرف بعض الأحيان تجد نفسك تنام وتستيقظ في نفس الوقت كل يوم، هذا الأمر يعود إلى ما يسمى بالساعة البيولوجية في الجسم والتي يتحكم بها الميلاتونين. لذلك لو استطعت التحكم بإفراز الميلاتونين تستطيع التحكم في أوقات النوم. والسؤال الآن: كيف أتحكم في إفراز الميلاتونين؟ هناك عوامل كثيرة جدا تؤثر في إفرازه، لكننا سنذكر أهمها. الميلاتونين يرتبط ارتباط عكسي أو بعلاقة عكسية مع الضوء، فبالتالي كلما قل الضوء الواصل إلى خلايا العين كلما زاد إفراز الميلاتونين وبالتالي النوم. لذلك إذا أردت النوم بشكل أسرع حاول أن تنام في الظلام الدامس وبالتالي يرتفع الميلاتونين وبالتالي تنام بسرعة. طبعا في الأيام الأولى من محاولة تنظيم إفراز هذا الهرمون سيكون الأمر صعب نوعا ما، ستجد نفسك تجلس في الفراش ساعات دون أن تنام أو دون أن تشعر بالنعاس حتى. لذلك ينصح علماء النفس بأن تقوم بتنظيم مواعيد النوم الخاصة بك قبل أسبوع كامل من الدوام، حتى تصل الدوام وأنت قد نمت الساعات الصحيحة أو الصحية لك قبل ذهابك إلى دراستك، جامعتك، عملك. أما الأمر الثاني وهو الحالة النفسية، الحالة النفسية التي أنا أجدها أصعب شيء. لذلك عندما تذهب إلى الدوام حاول أن تسترجع ذكرياتك مع أصدقائك في الدوام أو العمل، لأنهم سيبقوا في وجهك طوال العام. لذلك لا بد لك من مصاحبتهم. لا تتذكر الإجازة، حاول أن تضع لنفسك مخططات وأهداف معينة وأن تركز عليها فقط طوال هذا الدوام أو هذه السنة الدراسية أو العملية. وإذا وجدت حالتك النفسية ما زالت متأخرة وما زالت غير مرضية لك، تخيل الإجازة في العام المقبل وأنت بالفعل قد حققت الأهداف التي وضعتها لهذا العام، ستشعر بهمة ونشاط وستنسى الإجازة وتباشر بهذه الأعمال. أنا شو بحكي.
صراحة يعني خطرت على بالي الآن سيرة ذاتية لأحد زملائي يقول لي أنا من 10 سنوات لا أستطيع النوم بعد الفجر، 10 سنوات لا يستطيع النوم بعد الفجر. ثم إذا تفكرت في حالة هذا الرجل فتجده ذلك الطبيب المتميز، فيا سبحان الله. شاركني برأيك في مكان التعليقات، ما نوع الدوام الذي ينتظر بدراسة أم عمل وما نوعه، حتى نرى من منا يستحق الشفقة أكثر. ودمتم في أمان.